السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مصطلح جديد. ومصطلح النهاردة as sick as a dog means very sick means very sick معناها مريض جدا. نشوف مثال مع بعض. I was as sick as a dog last night so I couldn't go to work ومعناها أنا كنت مريض جدا ولذلك لم أستطع أن أذهب إلى العمل طبعا صباحا. طبعا as sick as a dog الترجمة الحرفية بتاعتها هي مريض مثل الكلب والمقصود مريض جدا. My son was as sick as a dog last week. ابني كان مريض جدا. So he was absent from school. ولذلك هو كان غائب من المدرسة. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. إلى اللقاء.